طيب، من الأخبار اللي كانت ليها وقع الصدمة بصراحة هو الطلاق الثاني المعلن لشيرين من حسام حبيب. من ساعات أعلنت شيرين خبر طلاقها من حسام حبيب، وقالت ببساطة شديدة جدا، قالت إن لو سمحتوا إحنا الطلاق تم في هدوء، وبطلب من وسائل الإعلام إنها ما تنشرش أي حاجة عن الموضوع ده ولا تحاول تتكلم فيه، وأرجوكوا احترموا خصوصيتي. طبعا إحنا بنحترم جملة إن الطلاق حدث بهدوء أو في هدوء، ونتمنى إن ما يحصلش زي ما حصل المرة اللي فاتت ويكون في تصريحات مهينة وجارحة من كل طرف للآخر، لأن شيرين أكبر من ده. وبصراحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فضلوا يتداولوا صور لشيرين خلال الفترة اللي فاتت ويقولوا هل هذه هي شيرين التي نعشقها؟ هل ده كان الشكل الخاص بنجمة مصر اللي من وجهة نظرهم ليها تقدير وقيمة كبيرة قوي؟ هل دي هي شيرين اللي احنا حابينها تكون موجودة؟ لا يا شيرين، احنا عايزينك ترجعي للحياة بشكلك الطبيعي، بحبك للحياة، بصوت مصر اللي لازم كلنا نحافظ عليه ونحوطه. وأنا بطلب هنا من كل زمايلنا الإعلاميين والصحفيين، أرجوكوا مفيش داعي نجري ورا الترند المرة دي، وخلينا نسيبها تتعافى وترجع لحياتها الفنية اللي وحشتنا قوي أخبارها الفنية أكتر من أخبارها الشخصية اللي كنتوا حضراتكم بتنشروها. طيب، من موضوع